أعزائي المشاهدين، إحنا بالحقيقة يعني مستمتعين كثير بالجلسة، أولا بحضور الرب يسوع المسيح معنا وبحضور الأحباء من متطوعين الفضائية الآرامية اللي يديجون ويخدمون معنا وديباركونا وديباركون الكثيرين من خلال خدماتهم. ومثل ما قلت بداية البرنامج أنه عندنا ماتشينج فاند 4000 دولار، لحد الآن 350 دولار جتي، يعني بعد عندنا 3650 دولار. فإحنا نحب دعمكم وتشجيعكم ومساهمتكم حتى نكمل هذا المبلغ في هذا البرنامج. وصور عندي اتصال معايا. أهلا وسهلا أختي، يعني ما تحب تذكر الاسم، بس تلميذة الآرامية، أهلا وسهلا بيكي، أنت معنا على الهواء. مرحبا أخت هيفاء، وأرحب بالموجودين اللي معاكي كلهم. يا مرحبتين، وعيدكم بعيد القيامة، إن شاء الله عيد قيامة مجيد للكل، وكل سنة الجميع يكونون بألف خير. الجميع إن شاء الله، الجميع أهلا وسهلا بك يا أخت. وأنا في وحدة صغيرة سمعته قبل ما أبدي بالحكي، بس سمعته صوت أم سرمد وعلى سلامتها، الحمد لله على السلامة. وأعتقد أخ بشير هم ما كان مليح قبل كم يوم، الحمد لله على سلامته أيضا. ويا أهلا وسهلا بالجميع. وأنت متابعة فعلا يعني أخبار الآرامية من داخل وخارج الآرامية. نشكر الرب عليك. هاي طبعا من محبتها للرب، من محبتها للآرامية، تعرف كل أخبار الآرامية. أنا أحسب نفسي من عائلة الآرامية، ما بعيد عنكم. أنا مدمنة على سماع الآرامية على الإنترنت على طول. أخت هيفاء، أول شيء دبدي بينه بالحكي، يعني يا ريت شوية تنطوني من وقتكم، أنا ما أريد أطول كثير، بس أنت زي الفرصة أنه أقول أولا ليش سميت نفسي تلميذة الآرامية. أنا أعتبر الآرامية مثل المدرسة، وأنا أفتخر أنه تلمذت على إيد الآرامية. من يعني أهم الأشياء، ملخص للأشياء اللي تعلمتوها، أنا بعدين راح أسرد الأشياء 1 2 3، بس الملخص أنه تعلمت من الآرامية أنه المسيحية هي سلوك، هي ما عقيدة ونمشي ونفتخر أنه نقول نحن مسيحيين، بس المسيحية هي سلوك. الأشياء اللي تعلمتوها من الآرامية، رقم 1 المسامحة. كان أصعب شيء علي قبل أنه من يأذيني أحد أنه أسامح بسهولة، يمكن يأخذ وقت شوية وبعدين أسامح لأنه مسيحيين ولازم نسامح، بس كانت تأخذ وقت. من الآرامية تعلمت أن أسامح مباشرة، ما تأخذ وقت معي، يعني ما أغمض عيني وأنام وأنا زعلاني مع أحد. عندي استعداد، يعني إذا صيح علي واحد أو أذاني أو هذه، باللحظة أقول له أنا مسامحتك وأنا أحبك وأنا يعني كلش طبيعي معنا ومن تمام ومن كل قلبي. هذه من الأشياء الحلوة اللي تعلمتوها من الآرامية، هاي وحدي. النقطة الثانية اللي تعلمتوها من الآرامية أن أتخلص من العصبية، يعني واحد بحكم الحياة والظروف والشغل هذه اللي يصير عصبي يصيح. هذه مرة من المرات من الخدام سمعته قالوا العصبية من الشيطان. لأن تنسي واحد نفسه ويحكي يمكن أشياء تأذي المقابل وهذا، فقررت أترك العصبية، وهي كانت بالصيام مع الصوم 50 سنة الفاتت. فتركت العصبية، تركتوها يعني بشكل نهائي. وأحلى شيء هسه من يوصفوني الناس بالوداعة أخذ الفضل على طول للآرامية، لأنه لو ما منكم ما كنت أطيق أتركها. بعدين الحلفان، نحن العراقيين كلتنا كنا تعلمنا من ضمن الحكي تطلع كلمة الحلفان اسم الله يمشي بالكلام دون قصد، يعني سواء نقصد أن نحلف أو ما نقصد تطلع الكلمة، بس من كثر ما كرروا الخدام وأنه هاي غلط هاي غلط تركت الحلفان أيضا. نجي على الصلاة، يعني بحكم وظيفتي وكوني بالجامعة بالموصل كنت واقفة على غزلي كل النهار وأدرس، وهذا من أرجع تعباني، يعني أبدأ بين الذي أصلي قبل ما أنام ونص بين الذي وأنام، مرات حتى ما أكملها. فكنت أختصر، اخترعت لي جملة صغيرة أختصرها أقول يا يسوع اختار لي الطريق اللي يقربني منك، وهي كانت صلاتي سنين.
بس هسه من الأرامية تعلمت لا، الصلاة هي حوار مع الله، لازم نكون باستمرار بحوار معانا وكل حياتنا. يعني مرة من المرات الخادم عادل عبد الملاك قال حتى من تغسل وجهك الصبح قول يا رب بهذا الماء اللي أحطه على وجهي يغسلني من الخطيئة ينقيني. كل شغل نعمله خلال النهار لازم نكون بحوار مع يسوع ونحكي معانا وليش كي نعمل هذا ونربطه على طول بالدين. أمين. يعني ما بالدين، بالدين بيسوع. فتعلمت الصلاة المستمرة ومن كل قلبي بالطريق، لما أمشي أروح واجي على الجامعة بطريقي لازم أكون كل الوقت كده صلي، يعني بحيث ما واحد يفقد الفرح، بالعكس هو هذا الفرح الحقيقي. بعدين النقطة الأخرى قراءة الكلمة، كوننا متغبيين بعائلات مسيحية وملتزمين فكنا نحسب هاي روحتنا كل أحد على القداس ونرجع أنه كن ختمنا يعني نعرف المسيحية ونعرف شنو الإنجيل ونعرف إيش موجود وخلص. بعدين من بديت أستمع الأرامية واستمع الخدام والطريقة اللي يفسرون بي كلمة الرب، يعني صفنت أكثر من مرة على نفسي قلت واو، نحن تحت الصفر يمكن كل شيء ما نعرف. فبديت وبعدين أقراها بانتظام، ومن القراءات قبل كنت أقرأ تمام الإنجيل مفتوح بغرفتي كان على طول ولا زال، بس كنت مرات أفتح الصفحة أقرأ لي أي سطر يعني عالشانس إيش ما يطلع لي أقرأ وأقول هذا وقريت من الكلام. بعدين تعلمت من الخدام إنه هذا غلط، لازم نقرب باستمرار ولازم نقرب تواصل، يعني نربط الأشياء مع بعض وبالتدريج. فتعلمت قراءة الكلمة بشكل صحيح وبإمعان. يعني بعدين النقطة السادسة تعلمت العطاء. كنت أحسب إذا أعطي للقرايب اللي هذولي كل من يحتاج مساعدة كنت أقول هذه كلش مليحة. بالسنوات الأخيرة يعني ما غدت أقولها بس طلعت مني، آخر 6 سنين أنا مسؤولة عن عائلة بيت أختي 5 أفراد. كنت أحسب أوه هاي تكفي، يعني الله فرحان بي أنه أنا ممكن أساعد كذا وكذا. بس بعدين من الأرامية تعلمت لا، هذه ما تكفي، ما دام عندي لازم أعطي. والعطاء هو خصوصا الآرامية لأنه تنشر كلمة الرب. أنا ما عندي وقت مثلا أروح أطلع أبشر بالمسيح، وأنا شعت أشقد ناس يعني خصوصا من غير أديان يجون للمسيح ويعرفون المسيح، أنا كيف أجيب ناس للمسيح يعني وأنا مكاني وأنا بشغلي؟ فالطريقة الوحيدة هي أن أنطي أشجع الآرامية حتى، فصار عندي العطاء نوع من الفرح والممارسة، أعطي للآرامية وأنا فرحاني لأنه يعملون أشياء أنا ما أقدر أعملها ولا أي واحد قاعد بمكانه واحد بحده يطيق أعملها. بعدين الترنيم المستمر والفرح، يعني الترانيم ما تنزل من سمي كل الوقت، أنا أرنم وفرحاني ويعني الفرح هذا ينعكس على كل تصرفاتي، على علاقاتي مع اللي بالشغل معي، مع بالبيت، مع الكل. ولهذا على طول أقول أن يعني المسيحية هي سلوك. من الأشياء اللي غدت أذكرها على قراءة الكلمة، مرة من المرات كان معرفي ذاتي أذكرها ولا لا، أخفت وقت كثير أخت هيفاء. لا تفضلي. مرة من المرات كان أبونا ستيفانوس عيسى نوال، يمكن كانت أخت نوال المذيعة كنت تقابله، وبدأ يحكي يعني بالبداية كان أول أيام اللي أعرف أبو نصيف النسعيسة ما كنت سمعته له قبل، والطريقة اللي كان كيف يفسر بي تحمست كثير، أخذت التليفون خبرته قلت له كأنه موسوعة وهكذا، وفرحته بالكلمة كثير وفرحته بالمعلومات اللي أعطيته. أنا ذكرت كل من معلومات كوني علمية وكوني فأخذته كمعلومات، هو بجوابه نوعا ما قال لا تعتبرون الكلمات اللي تسمعوها أنه معلومات إضافية ضيفوها إلى ما تعرفونه، خذوها بالمعنى الحقيقي يعني مثل ما قلت كسلوك كتصرف. فهذيك أول مرة مثل ما حسيت أنه هاي توبيخ لي من الروح القدس، أنه صح يمكن يعني لا شعوريا أخذتوه كمعلومات إضافية بس منه تعلمت كثير أشياء. فهذا مثال بسيط. نشكر الرب. بعدين
العفو. لأن نشكر الرب أنه يعني الرب استخدم الآرامية أنه تتعلمين هالشكل الأشياء من، لأنه كان عندك هذا الاندفاع، كان عندك يعني المحبة أنه تتعرفين عليه أنه أكثر، تتعرفين يعني مثلا تتلمذين على إيد الرب يسوع المسيح أكثر. فلأنه كنت تدورين، فالرب أيضا شوفك أنه من خلال هذه البرامج تعلمتي هالأشياء كلها. والشيء المهم انه واحد ما يتعلم ويخلي الاشياء لنفسه، يعكسها على يس المحيطين بينه ويعلمهم. فمثلا انا 100 مره كنت اتصل، يعني كل ما اتصل بالاراميه اطلب صلاه لاولاد اخوتي واخواتي، على طول اقول صلوا لم يقتربوا من الرب كثير وهذا. وحتى اولاد اختي اللي عايشين معي هسه، يعني احاول افهمهم اقلم، لمن هذاك العيد مثلا الكريسماس اللي فات قلت لهم ماكو داعي بيناتنا بالبيت ان نتبادل هدايا، خلي نجمع فلوس الهدايا ونوديها للاراميه، هاي قيمتها اكثر، لانه الاراميه كتنشر كلمه الرب. فاقتنعوا يعني شويه شويه يبدون ياخذون هي مهم من هاي الاشياء وتكبر معاهم، يرشعون مثل قدامهم. هالساعات عدا العطاء مثلا بالصوم، لما ذيك المره قلت لك تركت العصبيه، هذا الصوم راسا جو سالوني ايش تعملين هذا الصوم، حتى هي مهم يعني اللي ترك الفيسبوك واللي ترك التكست مسجنج واللي يعني كل واحد قام يترك شيء يحسبه يصوره انه كي ياخذ من وقته كثير. نشكر الرب. وحتى بعد الصوم السنه اللي فاتت سالوني هسه خلص الصوم ترجعين على العصبيه؟ قلت لهم لا، اللي يعيش مع يسوع ويحس بحلاوة يسوع فترة مستحيل يتركه ويرجع على الشيء القديم اللي يبعده عن يسوع. أمين. وإحنا نشكر الرب عليك يا أخت تلميذة الرب ما تريد تلميذة الآرامية. يعني أنت فعلا عندك هذا الحماس والزيل أنه ده نصلي لكل الأهل اللي عندك والأقارب في استراليا ويعني في انجلترا، وحتى يجون للرب، واحنا كثير فعلا بدنا نصلي لهم انه يعني الرب يجيبهم للايمان ويقوي ايمانهم مثل ما انت يعني الرب استخدمك. يعني شكرا جزيلا على هذا الاختبار الحلو، لان عندنا اتصالات اخرى اخت تلميذه الاراميه. شكرا عزيزتي. عندك اضافه اخرى يعني لحظات؟ هي كلمه لك بس اذا اقول ولا لا؟ يعني اذا بس اقل من دقيقه لانه للمشاهدين. تفضلي. هسه بس الاحباء مشاهدي الاراميه، يعني اتمنى ان يعضدون الاراميه ويساعدون، لانه يعني الفلوس اللي ينطوا الاطباء النفسيين حتى يعالجون اولادهم هاي يمكن هون مجانا ياخذوها. امين امين. شكرا. واتبرع لكم ب 3000 ان شاء الله، البقيه يكملوا المشاهدين بقى عليهم. امين امين. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. شكرا. 3000 يعني شكرا جزيلا. الرب يبارك وانت فعلا يعني شجعتينا وشجعتي الاخوه والخوات الموجودين معايا اليوم. ثانك يو. شكرا. الرب يبارك جزيلا. تحياتي للجميع، وإن شاء الله يديم الآرامية وإن شاء الله تتوسع. أمين. شكرا جزيلا. Thank you. شكرا. ربي يبارك فيكي. بقى الباقي $650 $650 فقط حتى نكمل. فأكو حتما واحد ممكن يكمل هذا المبلغ، شخص واحد. ناخذ الاتصال الآخر وبعدين ناخذ البريك. الأخت فيرجين معانا على الهواء. تفضلي أخت فيرجين. الأخت دارا. أين أريد طلع إلي صحتي والعائلتي صل. بالأخص ابني الصغير، يعني أريد له طلع، كلش ظروفه صعبة. أوكي. وأنا تبرعت $200 دزيته. آمين آمين آمين. شكرا جزيلا. شكرا أخت دارا. صلاة حارة، الله يخلي كيفك. صلاة حارة. تدللي تسلمي عيوني، تسلمي، الله معك. يا اوكي، خلينا ناخذ الاخت فيرجين معنا على الهواء. تفضلي اخت فيرجين. اي عيني. اوكي، اذا ما عندنا اتصال اخر. اوكي، اخت دارا معنا. اهلا وسهلا بيكي. الو، مرحبا. يا مرحبتين، اهلا وسهلا. سلام ونعمه الرب يسوع المسيح يعم على كل من يعمل في قناه الاراميه وكوادرا.
ثانك يو حبيبتي، ثانك يو. الاول شيء حبيت اصلح اسمي، يعني اسمي دره. نعم انا اعرف منو انت. اهلا وسهلا اخت دره. انا الاسم اللي استلمته قلت هذا يجوز اسم اخر. فاهلا اهلا وسهلا بك يا اخت دره، ربي يبارك فيك. طبعا بالبدايه احب اول شيء اتبرع بمبلغ بسيط يعني $100، اتمنى انه يساعدكم تجمع المبلغ الثاني. نفس الوقت يعني هو كل شيء بسيط، اتمنى حتى الناس على التبرع يعني احنا والاخوات اللي تبرعوا قبلنا. مش يعني على مدن على قناه الاراميه. نعم. ونشجع غيرنا للتبرع، ونرجع لكل مشاهدي هاي القناه متابعيها كل انحاء العالم، نناشدهم ان يقوموا بدعم هالقناه ولو بمبلغ كلش بسيط، يعني لانه ممكن تروحين للسوق شغلات بسيطه تشتريها 50 و100 دولار وهي ما لها اي قيمه يعني. نعم هاي القناه هم يعني تدوم لنا، يعني كثير بدنا نستفاد من برامجها، بدها تنورنا، وكثير ناس مو ظاهرين ولا يحتون بالاراميه بس نسمعهم يقولون ما كنا نعرف الرب يسوع لما كنا ببغداد، بس هسه من اجينا هنا وشفنا هالقناه عرفنا المسيح من هو. امين امين امين. شكرا جزيلا اخت دره، واحب اقول انه انا اشكرك ايضا على لانه انت وحده من اللي ايضا تجين مرات، او يعني ما تجين الاراميه بس تخدمين، بس اعرف انه زوجك ايضا يخدم ويساعد بالاشياء الفنيات بالاراميه والبوسترات اللي يعملها كلها كفولنتري ورك للاراميه. وايضا انت اتذكر المره العزيمه الاكل اللي عملتيه للاحباء للخدام للتيم اللي اجى من ولايه اخرى، وعملتي العزيمه الكبيره لهم طبعا من محبتك للرب، فاحنا نشكر الرب عليكي. ثانك يو على القلب الواسع والقلب الكبير للخدمه. ثانك يو. طبعا ما يجي جزء بسيط من خدمتكم، طبعا اتمنى انه يكون لي وقت اوسع حتى اقدر اقدم اكثر واكثر. ثانك يو. بس كان عندي بس ايه بسيطه، ما اعرف عندكم وقت بس اقراها، لان من قريتها عجبتني فحبيت اشاركها وياكم. اوكي اوكي اقريها تفضلي. هي من العهد القديم من حجي الاصحاح الاول عدد 2. هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال أن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب، فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أن تسكنوا في بيتكم؟ والمعشاة في البيت خراب وأهل. والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، وتأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا ترون، تكتسون ولا تدفعون، والأخذ أجرة يأخذ أجرة الكيس المفقود. طبعا الآية كثير حلوة، لأنه يقول أنه قد ما إحنا نجري وراء شهوات الحياة، قد ما نشتغل، قد ما نسوي لبيوتنا، دائما الكيس مفقود أو الجيوب مفقودة. فالاهتمام بالرب أولا والدعم للرب اولا هو اللي راح يعطينا بركات لبيتنا. امين. فاتمنى الكل يتبرع للاراميه حتى تدوم الاراميه لنا، لانه هي دا تقدم برامج حلوه كثير، خصوصا بهوايه لغات، لغه انجليزيه كرديه، هي فريده من نوعها، يعني ما شفنا بغير قنوات هذا الشيء. فالرجاء من الاخوه والاخوات المشاهدات التبرع لإدامه هذه القناه، وشكرا جزيلا، الرب يحميكم. ثانك يو ويحميكي انت. شكرا اخت دره، ثانك يو، ربي يبارك فيكي. وبهذا قبل ما ناخذ البريك تو ابديت يو انه بقانا $350 من ال 4000 دولار اللي كانت ماتشنج فند. راح ناخذ بريك، وانا اصلي انه واحد يتصل بعد البريك حتى يكمل هذا المبلغ، وانا متاكده انه في نهايه البرنامج راح تكون اكثر من ال 4000 دولار. امين. ابقوا معنا احبائي المشاهدين، راح نعاود الاتصال معكم بعد لحظات. يسوع ربي نور الاماني وسط الليالي،
عشت انتصاري كل طمان يسوع ربي فوق الاغاني يسوع ربي فوق الاغاني وسط الليالي طول زماني في اي حال اي مكان يسوع ربي فوق الاغاني اشتكي من اي احتياجي فهو ابتهاجي فخري وتاجي وهو غناي فيه الأمان يسوع ربي موت الأمان يسوع ربي موت الأمان وسط الليالي طول الزمان في أي حال أي مكان يسوع ربي موت وسهلا بكم أحبائي المشاهدين وعودة مرة أخرى معكم ونكمل هذا اللقاء المبارك مع الأخوة اللي جو هنا بالآرامية متطوعين الآرامية دي يخدمون معنا ورح ناخذ الأخت فائزة بس أحب أشجع الأخوة الأحباء مثل ما قلت بقالنا $350 فقط للماتشينج فند نحب واحد أو اثنين يخابرون أو يجوز واحد يتبرع بكل الـ 350 حتى تكمل الـ 4000 والـ 4000 يعني معنى هذا صارت 8000 شكرا جزيلا أخت فائزة أنت واحدة من اللي أيضا الساعدين الآرامية وتتطوعين بكثير من الاحتياجات كل ما نحتاجك تفضلي إذا عندك كلمة أو الشيء اللي وضع الرب على قلبك طبعا قبل كل شيء أشكر آرامية من أجل جميع مجهوداتها وإحنا من المتطوعين للآرامية في أي وقت يحتاجونا إحنا موجودين أمين. وإحنا نساعد في عمل الوعاظ والزوار اللي يجون نساعدهم طلباتهم بأن نوصلهم من مكان إقامتهم إلى الآرامية أو أي شيء يحتاجون من التسوق أو أي شيء آخر إحنا موجودين بالخدمة وأرجو من جميع المشاهدين الكرام أن يفتحوا إيديهم افتحوا إيديكم حتى الرب يخلي بيها أعضد الآرامية لكي يدخل الرب يسوع إلى بيوتكم الرب يسوع ما يدخل إلى بيوتكم كل الخير راح يبقى بالبيت راح يدخل على البيوت راح يخلي سلام والمحبة ببيوتكم أرجوكم يا مشاهدي الآرامية اتبرعوا عضدوا هذا العمل عمل الرب والرب ما ينسى تعب محبتكم وهو سيجازيكم على كل شيء ونشكر الرب على كل شيء من أجل الآرامية والعاملين والأخت هيفاء والأخ باسم وجميع العاملين بالآرامية مع الشكر أخت فائزة هل شوفين الآرامية أيضا يعني ساعدك روحيا بالبيت لأن أنت مرة قلتي لي ترانيم وما ترانيم يعني انطيلي فد اختبار في الشيء نعم طبعا أنا من المستمعين للترانيم والآرامية أنا بصراحة ما عندي شيء بالبيت غير أن أستمع إلى جميع البرامج أكو طبعا وعاظ يجون يفسرون الإنجيل أنا قبل كل شيء ما كنت أعرف لكن من سايت الآرامية قمت أستمع إلى برامجه وإلى الترانيم أنا ما عندي بالبيت بس ترانيم وأرجو من الآرامية أن تكثر الترانيم لأن الترانيم كلش حلوة الترانيم تكسر كل حاجز تكسر كل مرض كل عمل إبليس الترانيم الإبليس يضوج من عندها لذلك يجب علينا أن نرنم بالبيت وأن نسمع الترانيم من الآرامية أمين thank you أخت فائزة أنت فعلا يعني أنت من متطوعات أي شيء نحتاجه بالتوصيلات هذا واجب علينا اللي حب الرب لازم يكون هالشكل أمين شكرا جزيلا thank you على محبتك أنا قبل ما أروح على الأخ إلياس الأخت اللي قبل البريك اللي جت تلميذة الرب ذكرت حول الويب سايت يعني هي طبعا شاهد الآرامية ما عندها الدش بس الشاهد
الآرامية من خلال الويب سايت abnsat.com. وأنا أحب بس أذكر يجوز الكثيرين من الأحباء اللي يشاهدون آرامية هسه أنه أكو يعني كثيرين ما عندهم الدش بس يشاهدون الآرامية من خلال موقع الآرامية على الويب سايت اللي عندنا 9 قنوات. واحدة من القنوات هي اللايف، يشاهدون يعني الآرامية لايف من كل أنحاء العالم، وبحيث وصل عدد اللي يشاهدون اللي يروحون للآرامية يعني للويب سايت 4 ملايين إلى 5 ملايين شهريا. 4 ملايين إلى 5 ملايين شهريا، هاي فقط وين؟ فقط في من خلال موقع الآرامية على الإنترنت اللي هو abnsat.com. هاي طبعا عدا الـ ABN Tube وعدا اليوتيوب. إذا تروحون على اليوتيوب هناك عندنا قنوات عديدة، منها قناة الآرامية يعني باللغة الآرامية، يعني برامج باللغة الآرامية وبرامج باللغة الإنجليزية وبرامج باللغة الكردية، وبعدين الـ Worship Songs يعني اللي هي على التسبيح والترنيم، وبرامج عديدة من خلال اليوتيوب ومن خلال الـ ABN Tube. والأعداد بالحقيقة هي مشجعة كثيراً، الأعداد يعني دا تزداد وتزداد وتزداد. فإحنا نشكر الرب. يعني ممكن بعدين نعمل برنامج خاص نوضح لكم عن كل هذه الستاتيستيكس اللي دا تزيد، ودا تجينا إيميلات من الكثيرين اللي دا يشاهدون الآرامية. وأتصور هسا عندنا اتصال، خلينا ناخذ الاتصال وبعدين نروح على الأخ إلياس إذا تسمح لي. الأخ مديون للرب على الهواء، تفضل. مرحبا أخت هيفاء. يا مرحبتين، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أنا بحكي معك من كندا. يا أهلا وسهلا أخ. أوكي، أهلا وسهلا بيك. الحمد لله، شو أخبارك؟ شو أخبار الأخ باسل؟ الحمد لله، الحمد لله، نشكر الرب، نشكر الرب. أنتوا شلونكم واللي بكندا كلهم كويسين إن شاء الله؟ كلهم كويسين وسلم عليكم، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين يا رب. وأنت بخير، وأنت بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا، إحنا سعداء. أخت هيفاء، أنا عايز أكمل المبلغ اللي هو على الماتشنج للأربع تلاف. اللي هو 350 دولار. أوكي، 350 دولار بلس أنا عايز أعمل another matching fund for 3000. أو 3000. أوكي، هذا another 3000 matching fund. مضبوط. 3000 matching fund. اوكي، شكرا، شكرا جزيلا. ثانك يو، شكرا جزيلا على ثانك يو على محبتك، مديون للرب. الله يخليك، ابو ربنا يكون معاكم ويوفقكم والى الامام يا جيش الرب. شكرا جزيلا. انا احب انه تنطينا فد اختبار، ولو حتما انت من كندا ومن اللي شاهد برامج آرامية من زمان، هل عندك اختبار على هل يعني دور الآرامية هل مشجع، هل عندها تاثير سواء في كندا او في كل انحاء امريكا؟ عندك اختبار تشجعنا وتشجع المشاهدين به؟ اكيد انا يعني I like all the time to watch الآرامية، لانه كل مره بواتش الآرامية بتعلم حاجات كثيره، بتعلم كيف الواحد يكون ماشي في سلوك مسيحي حقيقي. وفي نفس الوقت بفرح كثير لما يكون في جمع التبرعات، لانه بحس انه انا ممكن اكون مشارك او yes. بساعد في التبشير وانا قاعد في البيت. يس yes. امين امين. وزي ما قلت الى الامام يا جيش الرب. ثانك يو، شكرا جزيلا. ثانك يو على محبتك، مديون للرب، وسلمنا على العائله، وشكرا جزيلا على تبرعك بال 3000. احنا راح نكمل 350 دولار، وراح البقيه تكون ماتشنج فند لهذا البرنامج وللبرنامج الاخر، وواحد بعدين يسوي لي 3000 ناقص 350 الحساب. 26. شكرا جزيلا، الرب يبارك فيك، مع السلامه. اوكي، ناخذ الاخ الياس. نحب نسمع من عندك اخ الياس على عملك. يعني احنا انا كل ما اشوفك بالآرامية اتبارك كثير بس بوجودك معنا. طبعا الاخ الياس اللي تشوفه ما عنده سياره، يجي من داون تاون ديترويت مرتين ثلاث مرات، كان يجي 4 مرات بالاسبوع وبعدين قللها، يعني هسه يجي 3 مرات بالاسبوع بس، ياخذ باصات بحيث يمكن ساعه ونص هو بالباصات، يجي من ديترويت داون تاون ديترويت وبعدين يرجع مره اخرى الى ديترويت، وساعه ونص روحه وساعه ونص جايه، يعني 3 ساعات يقضيها
بالباصات إلى أن يجي يخدم بالأرامية وبعدين يروح، وهو فرحان، هو يشجع الكل. يعني شجعنا كثير كثير من تجي شجع الكل، من يشوفوك الابتسامة والقوة اللي بداخلك، يعني إيمانك ومحبتك، ويعني نشوف الرب يسوع المسيح من خلالك، وإحنا مشجعين كثير يعني بيك وبعملك. أمين. إحنا نريد تقول للأحباء المشاهدين شنو خدمتك بالآرامية، الخدمة العظيمة اللي تخدم بيها، وشنو الكلمة اللي تريد المشاهدين يعني يعرفوها. أمين. مجد ليسوع اللي شرفني وعرفني على الأرامية وعطاني هالامتياز أن أكون خادم بالأرامية، ونوع الخدمة أنا بتشرف فيها. يعني بدي أحكي شو بشتغل بالأرامية من تقريبا من سنة 2008 بلشت، وبعدني ماشي على الخط، وهذا شرف إلي، وأنا فرحان ومبسوط بهيدي الخدمة، والرب بيعرف كل الينابيع يلي عندي، وعنده عم بخدم من قلب مفتوح، مش تحت المطرقة ولا تحت الكرباج ولا تحت أي شيء، بل تحت نعمة يسوع يلي شرفني إجي أعمل الخدمات. وأنا بشكر الرب يسوع أنه عم يستخدمني بهالقضايا اللي أنا عم بعملها، وبعملها من قلبي مش من واجباتي، من قلبي. هو جعل أعمالنا تكون ينابيع حية لمجده. أنا لا شيء، أنا تراب ورماد، ولكن هالترابات هو يسوع ربنا عم يتمجد فيهم، المجد له. ولكن هلا في شيء تاني لازم نتطرف له، إلى خلاص يسوع. يا أحبائي المشاهدين، مين ما كنتوا، الله بهمه أنه ينادي لكم يا ابني يا بنتي، أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، لا المال، لا بيك ولا أمك ولا أختك ولا خيك، لا خالتك ولا عمتك ولا أي شيء، ولا مالك ولا جمالك ولا أي شيء بهالكون بينفعك، إلا لما بتقله ليسوع. قل له يا ربي يسوع. يا أحبائي، هلا أنتوا عم تشاهدوا هالبرنامج، ارفعوا قلوبكم ليسوع، قولوا له يا أبانا السماوي، أنت انصلبت عنا، أنت تألمت عنا، نحن هلا عيدنا من يومين وإلى الآن العيد بعده قائم وإلى الأبد، أنت قائم، اجعل حياتك، اجعل شخصك يكون قائم في حياتنا يا ربنا يسوع. اجعلنا أبناء الفداء، أبناء محبتك. أرجو منكم ترفعوا إيديكم يا المشاهدين، من كل الأنواع، من كل العبادات، اطلبوا من يسوع، ويسوع على استعداد يعطيكم الخلاص والحياة الأبدية، ويعطيكم الفرح. بهمه فرح العالم. الله بذاته تنازل من السماء، عنده قصد واحد وحيد، أنت يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. بعدين هودي أهم شيء بالنسبة له، بهمه قلبك، بهم قلب بني آدم من كل الدنيا. يسوع ما أجا لفئة معينة، أجا لليهود، للمسيحيين، للإسلام، للدروز، للأكراد. شو في ديانات بالعالم، شو في عبادات بالعالم، بهمه أنه العبادة الوحيدة تسلم قلبك ليسوع، وشوف شو بتحصل على أفراح. هيدا مش حكي، هذا شيء واقع مظبوط. يعني عم نحكي اختبار، أنا عم بحكي اختبار. أنا صلي 42 سنة بالإيمان، من وقتها
إلى الآن وإلى أبد الآبدين وإلى يوم الرجاء العظيم. رح بطلع على السماء أنا وكنيسته كلها سوا بالدنيا من كل اللغات من كل الأعمار. يسوع ملكوته ما له حدود أبدا، ما له عمر معين، ما له وقت لحد هون وخلصنا. ما في عبد بالدنيا هون وين ما وصلت ما فيك تقول خي وصلنا وارتحنا. ما بتعرف منين تجيك الأتعاب والأحاديث والمشاكل والتجارب الشيطانية. سلم قلبك ليسوع يا خيي هلا، غمض عيونك، صلي من وراي هذه الصلاة وشوف من بعدها شو بتحصل أنت على أفراح. مين ما كنت تكون، مين ما كنت تكوني يا أختي، هلا غمضوا عيونكم قولوا من وراي، قولوا يا ربنا يسوع تمجد أنت فيا، أنت غيرني، أنت بدلني، أنت اكتب اسمي في عندك في سفر الحياة. أنت تمجد يا يسوع وأعطيني من أفراحك، إن كان ضحك إن كان دموع الفرح، إن كان الفرح أعطيني ابتهج فيك يا يسوع. صيرني ولد من أولادك من أبنائك المفديين، اكتب اسمي في سفر الحياة باسم الرب يسوع. أنت يا أخي اللي صليت، أنت يا أختي اللي صليتي، هللي بيسوع، ليلو هاليلويا. أمين. لك السجود، لك العبادة، لك التمجيد، لك التسبيح. أشكرك أنك عملتني من أبنائك المفديين، فديتني بدمك، رويتني من مياهك الحية، املأني بروحك القدوس يا يسوع. اجعلني أن أكون مطيعة ومطيع إلك. غير نظري عن كل العالم وعن كل ما يقال، ما بيهمني شو قالوا عني، بيهمني أنت شو بتقول عني يا يسوع. أمين أمين. أنت الرب الطيب، حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. صدقوني يا أخوتي، هذا الكلام نبع من عند يسوع، نبع يلي صلى هالصلاة هيدي. اتأكد أنك هلأ أنت صرت من أولاد يسوع، صار فيك تعيط له أبانا الذي في السماوات. هو مش بالسماء وبس، هو معنا هون ومع كل المشاهدين من كل الديانات. أخ إلياس ما بيهمه الديانات أبدا. تمجد أنت يا يسوع وبارك الجميع وثبتهم ونميهم فيك، وأعطيهم النعمة يقروا بإنجيلك حتى يفهموا إرادتك باسم الرب يسوع الفادي. امين امين امين. شكرا على المسج اخ الياس، شكرا، الرب يبارك فيك. وانت فعلا يعني قوي بالايمان وروحيا، من هالشكل احنا نشجع بوجودك هنا معنا بالاراميه. وطبعا الاخ الياس اذا ما تعرفون هو فعلا يعني يجي لخدمه واحده اللي هو قد الكثيرين ما يعجبهم يعملون هذه الخدمه، واذا تسمح لي اخ الياس انه اقول الخدمه اللي تعملها خدمه عظيمه. الأخ إلياس يجي ينظف المطبخ وينظف الحمامات ويمسح ويروح، هذا هو الشغل، هذا هو العمل اللي يعمله الأخ إلياس وهو بهذا العمر، لأنه الرب دعاه، لأنه هو يحب الرب ويعرف أنه هذا هو الشغل اللي الرب دعاه له. فيجي هذه هي خدمته بالآرامية من سنة 2008 إلى هسه. شكرا جزيلا، الرب يقويك وينطيك الصحة والعافية، ورب يتمم الاحتياجات ويسدد كل الاحتياجات. أمين. الفضائية الأرامية. أمين. يا أحبة، لما بتطلبوا من الرب يسوع الشفاء ما بده منكم المقابل، ما أنه محتاج، بس بيحب يشغلنا بالشركة معه. يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، عم يقول لك يا ابني مش يا عبدي مش يا خادمي، لا، يسوع بده اياك تكون ابنه والعامل معه. امين. قعدت الاراميه وشوف قديش الرب بيزيد تعاضدك للاراميه. ثانك يو ثانك يو. والرب يبارككم جميعا ويبارك الاراميه باسم يسوع الفادي. امين امين. ويباركك انت همينا ويخليك ويحفظك لنا اخ الياس. احبائي المشاهدين، دا شوفون
الروح، دشوفون الاختبارات الحلوة، دشوفون تشجيع الرب بالعمل بالآرامية. وفعلا أنا جتيلة من الكنترول روم، الناس دي يتبرعون، وحدة أخت، أولا الأخ اللي مديون للرب تبرع ب 350 حتى يسدد الماتشينج فوند مع 4000 دولار، بالإضافة لهذه بدأ في ماتشينج فوند 3000 دولار أخرى. سو إذا كملنا إحنا 4000 وهسه 3000 الجديدة، أخت تبرعت ب 350 حتى تفتح الماتشينج فوند. أخت تبرعت ب 350 يعني بقالنا 2650. ثانك يو أخ سعد، أنت كلش زين بالرياضيات. يعني هو رايت أوي يقول هذا هو المبلغ 2650. أحبائي المشاهدين 2650 الماتشينج فوند الجديد. أرفع سماعة التليفون إذا تحب تعمله قبل ما ننهي البرنامج، بقانا يمكن 20-25 دقيقة إلى أن يتكلمون الأخوة. أرفع سماعة التليفون وشاركنا بتبرعك، وشارك أخذ البركة أنت أيضا مثل ما إحنا دين تبارك. أخ سعد، إحنا نحب نسمع من عندك، لأنه أنت همينا من اللي يعني تقضي أيام، أنت اللي يعني شون هاوي الآرامية تسهر ليالي فعلا، يعني تارك البيت تارك هذه تسهر ليالي في الآرامية. شرف لنا. تفضل. أخت هيفاء، من حوالي سنتين بديت أخدم بالآرامية، ولما جيت للآرامية شفت أكو حاجة ماسة، حاجة كثيرة من الآرامية حتى تقدم خدماتها، وحاجة من المشاهدين الذي يتصلوا، لأن أغلبيتهم بحاجة إلى مساعدات روحية. فالآرامية تقدم خدمات كثيرة. إحنا صحيح الآرامية تسأل على دعم، بس بالمقابل تعطي خدمات كثيرة، والصور هي القناة الوحيدة اللي تقدم خدمات مثل الخدمات اللي تقدمها الآرامية. راح أذكر قسم من الخدمات. حوالي شهريا عندنا نهضة، نهضة ديترويت للمسيح، حتى نعرف الجالية إن ديترويت وضواحيها عن الرب يسوع المسيح. ومن هذه النهضة المسؤولين بالآرامية استنتجوا الحاجة إلى فتح راديو باللغة الآرامية، لأن استنتجوا كثير من الأخوات والأخوة ليس لديهم ساتلايت ديش حتى يتفرجون الآرامية، أن ما يعرفون يستعملون الإنترنت فيسمعوا إلى الراديو. فالآرامية من حوالي 3-4 أشهر بدأت بقناة الراديو، ومن النهضات التي الآرامية تقوم بها استنتجوا المسؤولين الحاجة إلى تعرف الجالية بالكتاب المقدس. فالآرامية راح تبدي بالأسابيع المقبلة حملة خدمة جديدة، هي خدمة درس الكتاب وتفسير الكتاب المقدس باللغة الآرامية، حتى جاليتنا تتعرف على الكتاب المقدس وعلى كلمة الرب. أمين. الخدمات الأخرى اللي قدمها هي غرفة الصلاة، وهذه خدمة ضرورية جدا، لأن يعني أنا أسهر الليالي هنا إلى الوحدة يومية، وتجينا عشرات المكالمات من ناس بحاجة إلى صلاة شفاء، ناس بحاجة إلى صلاة من أجل مشاكل شخصية، ناس بحاجة إلى صلاة من أجل عمل. وإحنا يعني نفرح كثير، ويكون عندنا ساتسفاكشن لما يخابرونا وراء يوم يومين ثلاثة أسبوع أن صلواته تجاوبت، الرب تستجاب إلى صلواتنا. فهذا هو إحنا من هو هذا اللي نفرح به، هو هذا اللي نريد من الرب. وعندنا كادر كبير في الآرامية وفي بيوتهم يتقبلون هذه التلفونات حتى يصلوا مع الناس، لأن ذاك حاجة كثيرة. وعندنا خدمات أخرى، خدمة الميديا، خدمة الميديا يعني الآرامية ترسل مئات الحزم البريدية بالأسبوع، من سيديات، من دي في دي، كتب الكتب المقدسة بلغات معدلة. يعني نشكر الرب، عندنا كتب مقدسة باللغة الآرامية، باللغة الكردية، باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، وإحنا نرسلها مجانا، وكتب دينية أخرى.
الآرامية حتى التكاليف البريد الآرامية تدفعها من ميزانيتها. فما نسأل المشاهد لما يطلب سي دي أو دي في دي أن يدفع ثمن هذا الطلب. احنا أكيد الكلفة الآرامية مبالغ، والبريد والشحن تكلف مبالغ. الآرامية لا تسأل عن مقابل هذه الخدمة، وهذا الشيء الصور موجود بالفضاء الآرامية فقط، ما صور موجود بأني فضائيات أخرى. فأني أناشد جميع الأخوة اللي يسمعوا إلى هذا البرنامج أن يعضدوا الآرامية، لأن الرب لا يبقى مديون لأحد، سوف يعوضكم 30 و60 و100. وأطلب من الخدام في أمريكا وكندا أن يشجعوا رعيتهم أن يعضدوا الآرامية، لأن هذا عمل الرب. يعني من خدمت بالآرامية أنا اكتشفت أن الأخوة المسؤولين في الآرامية هو هدفهم شيء واحد، هو نشر كلمة الرب وخلاص النفوس. فهذا اللي شجعنا أن نجي يوم ورا يوم، ليلة ورا ليلة، نسهر هنا حتى نجاوب التلفونات، حتى نصلي مع الأخوة اللي يحتاجون صلاة، حتى نسمع إلى اختباراتهم، حتى نطلب من الرب أن يقدم، أن يساعدهم على مرور بالمشاكل اللي هم موجودين. وإحنا واثقين من الرب أنه سوف يسد احتياجات الآرامية، لأنه كلمته، إحنا واثقين أن كلمته واثق عادل وصادق في كلامه. هو الذي قال لا أتركك ولا أهملك، كما كنت مع موسى أكون معك. فنشكر الرب من أجل الآرامية، ونشكر الأخ باسم والأخت هيفاء للخدمة الذي قدمونها، وشكرا. ثانك يو أخ سعد. يعني أنت فعلا أنت هم تباركنا، وعلى الساعات كثيرة تخلي. هل يعني على السريع أقل من نص دقيقة، هل الآرامية كان السبب بركة روحية لك؟ الآرامية كان سبب بركة روحية لي ولعائلتي. أمين. ونشكر الرب. أمين. شكرا. أنا أتذكر قبل 3 سنين أول ما جينا بالآرامية كان أنت اللي عملت الواير، اللي أسست الكهربائيات. وذاك الوقت ما كنت أعرف الرب. بالضبط. فنشكر الآرامية من استماع إلى الآرامية، من تكلم مع الأخوة، من استماع إلى الأخوة، من شفت محبة الأخوة. أمين. بس أنت أفكر. ولو أنت بذاك الوقت يمكن ما تتذكر، أنت ما كنت بعد بالإيمان، بس انطيتنا جود برايس للكهربائيات. ولازم لازم تنطي حق للرب. الرب يعني كان لك ذاك القلب، يعني العطاء، قلب العطاء والحب للعطاء استل، يعني قبل ما تعرف كان لك هل وهس. يعني نشكر الرب عليك. لازم تنطي حق الرب الاول. الرب يجي قبل كل شيء، لازم تطيل الحق الاول، ما تاخذين انت تدفعين باللاتش وايفرثينج اند ليفت اوفر تطيل الرب. نو الرب تطيل الاول، لان الرب ما راح يكون بقى مديون المحد. لما انت تطيل الرب راح الرب يعوضك هنا بهالحياه 30 و60 و100، وراح يكون انت حساب بالبنك السماوي. امين امين. شكرا على كلمتك. شكرا اخت هيفاء. ثانك يو اخ سعد. خلينا نروح، لانه الاخت جيهان هي أمينة في غرفة الصلاة وهي على الهواء. نأخذ الأخت جيهان وبعدين نكمل الأحباء الموجودين. أهلا وسهلا أخت جيهان معنا. أهلا يا أخت هيفاء. أنا بشكر الرب من أجل قناة الآرامية، ومن أجل الأخت هيفاء والأخ باسم، ومن أجل كل العاملين في قناة الآرامية. أنا بشكركم جدا من أجل محبتكم، ومن أجل العمل العظيم اللي الرب أوكلكم عليه. وأنا بشكر الرب لأنه كنت بشتغل في غرفة الصلاة مع أخواتي الأحبة، والرب سمح لي بظرف شوية صعب، لكن الرب تمجد ولمسني وشفاني، وأنا بأرجع بالمجد أولا للرب يسوع اللي يجرح ويداه تشفيان. وأنا بشكر الرب من أجل شفاء لي، وبشكر الإخوة الأحبة في قناة الآرامية اللي كانوا بيصلوا من أجلي. وأنا رجعت باك إن أنا أخد من غرفة الصلاة الإخوة اللي بيحبوا إن إحنا نصلي معاهم. هللويا.
هللويا. احنا نشكر الرب عليكي. ثانك يو اخت جاء. يعني فعلا خليني بس اقول كلمه واحده اذا تسمحي لي وبعدين كملي. فضل يعني تفضلي يا اختي. الاخت جيهان احبائي المشاهدين هي وحده من اللي هم في غرفه الصلاه، نبعث لها، هي في ولايه اخرى، ومن ما عندنا اخوه في الاراميه يصلون للاحباء اللي يتصلون، نبعث طلبات الصلاه الى يعني ولايات اخرى حتى يصلون معهم. والاخت جيهان كانت وحده من اللي في غرفه الصلاه اللي كانت يعني يوميه تقريبا هي وزوجها ايضا الاخ نادي يصلون مع الناس، وكانت اختبارات كثيره، ويعني يصلون بحراره، وتبعث لي اللسته، ويعني كانت يعني كانت تشجعنا كثير. بس الفتره اللي ما قدرت يعني كانت تمر بفتره صعبه انقطعت، بس احنا استمرينا بصلاتنا لها وراح نكمل صلاتنا معاكي. وهسه رجعت الاخت جيهان مره اخرى لغرفه الصلاه وبرحاب الصدر وبمحبه انه تصلي مع الاخرين. نشكر محبتك ونشكر ايمانك القوي انت والاخت نادي. أنا الحقيقة مديونة أولا للرب ومديونة للأحبة أن الرب أتاح لي فرصة أن أنا أخدم في وسط إخواتي، وأنا بشكركم جدا من أجل محبتكم وتعضيدكم وصلاتكم من أجلي. الرب يبارككم ويبارك قناة الأرامية ويبارك كل العاملين فيها، ولا سيما الأخ باسم والأخت هيفا على العمل العظيم اللي الرب أوكلهم عليه. أنا بشكركم من أجل محبتكم، وأنا معاكم باك وبقلبي وبروحي وبكل حاجة. أنا I love أن أنا أخدم الرب وأن أنا أصلي مع أخواتي اللي هم محتاجين أن احنا نشجع بعض. بشكركم من أجل محبتكم واهتمامكم وتشجيعكم من أجلي. أمين أمين. شكرا جزيلا أخت. شكرا يا أخت هيفا. شكرا لأخواتي الأحباء الموجودين معاكي، والرب يبارككم ويبارك العمل ويباركي أنت همين. وسلمينا على الأخ نادي. Thank you. الرب يبارك فيك. Thank you. مثل ما قلت أحبائي المشاهدين بقانا المبلغ $2,650 matching fund. إذا تحب تساهم أنت همينة تأخذ البركة، أرفع سماعة التليفون وإلى أن نكمل البرنامج حتى نكمل هال $2,650. ورح نأخذ الأخت أمبان. أخت أمبان نحب نسمع من عندك اختبارك في الآرامية، الأوقات اللي كنت تجين بها تشجيع الرب لك من خلال آرامية. تفضلي أختي هيفاء. أنا من الفانريزن السابق يعني السنة الماضية أنا الرب حط على قلبي أن أجي الآرامية، والرب يستخدمني هنا كان بالصلاة، ونفس الوقت كنت رب خلى على قلبي أن أعمل يعني طبخ أكل للخدام. كنت أقول يا رب أريد أسوي لهم شيء يأكلون، يعني أحب يعني أسوي شيء للخدام. فالرب استخدمني بهاي الشغلة، واستخدمني أيضا بالصلاة مع ايضا مع الناس. وكنت يعني انا اتبارك وهم يتباركون، وبنفس الوقت اتشجع انا. وياما بكيت مع الناس، ياما كانت الدموع تنزل من وراء يعني ظروف الحياه اللي هم بيا. وكان ياما صليت صلاه خلاص مع الناس، وياما ناس قبلت وناس يسمعون ويصلون، وانا استمر بالصلاه بالبيت من اجلهم حتى ربي يتمم الخلاص معاهم يعني. وبنفس الوقت كانت توصل لي ايضا صلاه للبيت همينه. فنشكر رب، نشكر رب من اجل هاي الخدمه، ونشكر رب من اجل الاراميه. واحنا نتمنى من كل مشاهدي الاراميه اذا هم يحبون ويستمتعون بالاراميه ان دا يستمتعون هم أن يعضدون حتى تمشي الخدمة. يعني محتاجين إلى تعضيد لكي الرب اللي بدأ الخدمة بهالآرامية الرب رح يكملها. طبعا يقدر رب قادر، لكن إحنا هنا على الأرض باحتياج، طبعا باحتياج دائم، باحتياج حتى أنتوا تتباركون. كل من يعني يقدم عطاء هو يتبارك، ورب يباركه، ورب يعوض تعب المحبة. يعني واثقين إحنا من هذا. وطبعا بالصلاة، أنا كلش عندي يعني عندي أهم شيء تقريبا، ولهي أتمسك بيها. مثلا وعندي هنا بنحمية، نحمية رادوا عندما سنبلط الحوروني
الاسم مضمون، وطوبية العبد الأموني وجشم العربي حاولوا تفشيل الخدمة، حاولوا تفشيل الخدمة، لكن نحمية بالصلاة بصلاته وقف هذا أي عمل شر بالصلاة. بالصلاة الرب ينطي والرب هو يسمع والرب سامع، وأكد هنا مرتين أكد، يقول له يا رب لتكن أذنك مصغيتين وعيناك مفتوحتين لتسمع صلوات عبدك الذي يصلي إليك. وبنفس الوقت رجع من نفس الشيء بالعدد 11، يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلوات عبدك. إذن إحنا من خلال الآرامية صلاة نصلي لكي نتقوى ونتشجع يعني بالرب أكثر. أمين. وأيضا أمين. طبعا هنا بالآرامية عندنا نقوم بحملتين خلال السنة، خلال السنة نقوم بحملتين، والحملتين اللي يقومون بها هي كلها من أجل شنو؟ أكثر شيء التبشير وتوصيل كلمة الرب والشهادة، واستخدم خدام، خدام كثيرين حتى توصل خدمة لتوصيل خدمة الرب، ونفس الوقت همنا لدعم الآرامية. والرب يبارككم، وإحنا واثقين هاليوم الرب راح يكمل الاحتياج، لأن إحنا الرب بسطنا وسامع هو. أمين. هو كل المجد. آمين. Thank you. Thank you. شكرا جزيلا. أنت هم واحدة من الأشياء اللي أيضا تعمليها، مو بس تتصلين مع الناس، بس أيضا تطبخين بالبيت وتجيبين أكل للخدام. أنا أعرف هذه، حتى بس لا يعني تكون مصاريف الآرامية كثيرة، فأنت تعملين يعني أكلات وهذه وتجيبين يعني للخدام. شكرا لعملك ولدعمك ولمحبتك هذه. وناخذ أصور الوقت صار عندنا أقل، لأنه نريد بعدين نصلي كلنا نجتمع ونصلي للأحباء الموجودين للقوائم الموجودة هنا. أخ بشير حاب أسمع من عندك، إحنا راح نكمل صلاتنا إليك. أشكرك جدا، وأشكر كل اللي الأخوة والأخوات اللي صلوا لي، طبعا من إخوتي الأولين الآن في الآرامية، لأنه أعرف أنه يوم ليل ونهار كانوا يصلوا لي، سواء مع الخدام الموجودين على الآرامية أو وحدهم. أشكرهم جزيلا. وأنا قبل كل شيء أود أن أشكر الرب يسوع المسيح اللي هو ابتدى هذا العمل الصالح، هذا الصرح الأشم، الصرح العظيم اللي بدا. وأنا من هذا المنبر أريد أيضا أن أقول لكل أخ وكل أخت دا يسمعون هذا البرنامج الآن، أن يعضدون هذا العمل، وأن على الدوام مثل ما قالت أختي اللي خابرت قبل شوية، يعني على الأقل دولار واحد خلي على جنب، ويتجمع 30 دولار بالشهر تقدر تنطيل للآرامية، وهذا فشيء بسيط جدا. الآرامية ليش تسمت الآرامية؟ الآرامية الرب يسوع المسيح هو اللي يتكلم الآرامية، اسم الرب يسوع المسيح هو على الآرامية. فالآرامية ما بحاجة إلى تعضيد الناس، لأنه الرب راح يسدد الاحتياج، والرب ما راح يبقى مديون لأحد أبدا. لكن اللي نرجوه مثل ما قال أخي الياس، أنه إحنا نعمل في كرم الرب، هو يريدنا. لما راح الرب حتى يقيم لعازر، كان بإمكانه رايد أواي يقول للحجر الدحرج، لكنه إيش قال؟ قال دحرج الحجر. فأكو ناس هناك واقفين دحرجوا الحجر، لا، وإنما من الدحرج الحجر؟ هو الرب دحرج الحجر، لكنه قام، وكان الفارغ، كان القبر فارغ. نشكر الرب على هذا. لكن الحكي شنو؟ أنه لازم إحنا نعمل مع الرب، نعمل في كرم الرب، كلنا لازم نساعد، كلنا لازم نخلي إيد على إيد وكتف على كتف. وأنا أنادي إخوتي الآن الموجودين في ديترويت، خاصة الذين عندهم إمكانيات، الأطباء والمهندسين وأصحاب الأعمال، أرجوكم هذه الفضائية مو ملك لأخت هيفاء أو الأخ باسل، هذه ملك الرب يسوع المسيح، هذه ملكنا جميعا، هذه راح تبقى على مدى الدهور، وانتم اللي راح تتباركون واولادكم راح يتباركون. ومثل ما تفضلت اختنا اللي كانت اللي قالت انه انا ايش قالت؟ تلمذة الرب.
هذه التلميذة هي مو تلميذة، وإنما تبينت لي من خلال عملها، من خلال اللقاء وياها، أنه هي مدرسة. فأرجو منها أن تجي هنا وتدرس أهالينا وإخوتنا وأولادنا، إذا تقدر تساهم المساهمة هذه الفعالة وتساهم بيتها طبعا. لكنه مثل ما قالت أنه أنا أرجو أن أكون كلش يعني ثابت وياها. أريد أن تجي وتدرسنا. وكلمة الرب تقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وقال أيضا اطلبوا أولا ملكوت السماوات وكل هذه تزاد لكم. أرجو منكم رجاء آخر، أن تعضدوا هذه القناة وأن تكونوا خير معين لها، والرب يبارككم ويكون في عونكم ويبارك في أولادكم وبيوتكم ومحلاتكم وكل أعمالكم، وأشكركم. آمين. Thank you أخ بشير. Thank you. أنا بس أحب لأحباء المشاهدين أنه الأخ بشير مو بس يجي يقضي ساعات عديدة هنا بالآرامية أنه بالتكلم والصلاة مع الناس، بس أيضا أنت ساعدنا في شيء آخر، لأنه أنت زين يعني زين بالعربي، فتقرأ النيوزلتر وساعد الآرامية في الجراج. بالضبط. ولا زلت إلى حد الآن من اليوم الأول. وأنا yes. أنا خادم مطيع للرب يسوع المسيح. نشكر الرب. آمين. نشكر الرب. فمو بس هذه يعني زين باللغة العربية. شن تسوي؟ شن تسوي؟ الترجمة. النيوزلتر. بس ترجمة. النيوزلتر. نيوزلتر. النيوزلتر. يا هذه اللي كانت تندس. فأشكركم جزيلاً. وأرجو أن تعضدون الآرامية باستمرار وتشاهدون الآرامية باستمرار، والله يبارككم. Thank you. شكرا جزيلا أخ بشير. إحنا الأخت أم عماد، نحب نسمع من أخت أم عماد على اختبارها، على كلمة تشجيع لها إلنا والمشاهدين وخدمتها أيضا بالآرامية. الأحباء يريدون يسمعون من عندك. أهلا وسهلا. أنا الحقيقة الأخوة سدوا كل احتياج الكلام، والكلام اللي هم حكونه هو كان على قلبي أنه أنا أحكينه، لكن الوقت داهمنا والوقت ما عدنا. لكن باختصار كلامي، باختصار الآرامية أنا أعتبرها هي مدرسة للجميع اللي يسمعون الآرامية. والآرامية هي الأم اللي تلم كل الطوائف المسيحية. احنا ما عندنا فرق بين هذا وهذا وهذا، احنا كلتنا مسيحيين واسم الرب علينا. لكن الآرامية عندها خدمات اخرى. باحدى الايام اللي كنا ناخذ المكالمات للمساعدات كانت تجينا، والمكالمات من اجل الصلاة، على قلبي انه اذكر شخص، يعني تأثرت الى اقصى الحدود عندما سمعت الكلام من عنده. شخص مقعد شلل، معوق من حرب العراق، من فتح الخط وحكى معي. يعني الحقيقة أنا ما بعد أعرف شنو أحكي. لما ما يقول لي أنا أختي بس صليلي حتى أنه راتبي ما ينقطع، حتى أظل باستمرار أنا أدفع للآرامية. وأنا إذا ما أقف على رجلي، لكن أنا عندي الرب كان وقفني على هاي خدمة الآرامية. سو الآرامية هي مو بس إلي وللخوات الموجودين، لكل الناس اللي يحبون أن يسمعون الآرامية. والآرامية عندها خدمات أخرى كثير، يعني ما أعرف شلون يدبرون هاي الخدمات، والله يبارك بهم. الآرامية عندها خدمات أخرى ليس فقط للأهالي ديترويت وضواحيها، وإنما حتى في الولايات الأخرى. مثلا عندنا يومين بالأسبوع برامج راديو على الهواء، وكثيرين من الآراميين يسمعون هذه البرنامج. من خلال البرنامج نفسه باللغة الآرامية، باللغة الكردية، باللغة الإنجليزية، باللغة العربية. فنشكر الرب أنه هذه اللغات يعني مو بسهولة نقدر إحنا نحصلها، لكن هاي قوة الرب. أم عماد، ولو أنت تذكرين برنامج الراديو، لأن أنت تجين أيضا تأخذين الاتصالات مع الأخت سوزان وميلاد يوم الجمعة ويوم السبت. بس كم نداء يجي لطلبات صلاة تاخذوها، مو تصلوا معهم بس تاخذون طلبات الصلاة؟ صدقيني اللي أكثر. ها كثير تجينا. ايش قد يعني؟ يعني انا بالثلاث ساعات اللي انا اقعد بيها يمكن يجيني فوق الثمانين رسالة، 80 مكالمة تجيني بس صلاة صلاة طلب صلاة. الناس محتاجة الى صلاة، من امراض، من حاجة، من تيهان بهذا العالم.
سو نشكر الرب انه من يسمعون الكلام على الآرامية او على الراديو الناس تتشجع تفتح قلوبها، يعني يحكون مشاكلهم، يحكون الاشياء اللي دا يمرون هم بيها، ونبدي نشاركهم احنا بصلاتنا وبدعمهم، ورغم انه هم فقراء لكن يحبون يساعدون. وهذا الشخص الثاني اللي هو مديون للرب، انا اشكر الرب الشاب اللي حكى اسع معنا اللي هو اسمه مديون للرب. يا اخي انت سددت 350، هل انتهى الدين مالك من عند الرب او بعدك مطلوب؟ انا اعتقد انا اعتقد عمرك كله راح تكون مطلوب للرب. امين امين. والله يبارك بالاخوه والاخوات اللي شاركوا البرنامج هذا اليوم. لكن عندنا الاخ باسل عنده النهضه يوم الخميس القادم، راح يكون مع القس مصطفى عيد، وبنفس الوقت التبرع للاراميه موجود مستمر، والناس الطيبين يباركون ويساعدون وينطون من كل قلبه. بنفس الوقت الاخ باسل كان عنده برنامج على الراديو السبت الفات، وهذا البرنامج سجله على سي دي، السي دي الاول والسي دي الثاني، وهذا كله موجود بال بال بالاراميه، واللي يحب يطلب هذا يصله للبيت مجانا. امين. البرنامج كان مع الاخ باسل يوم السبت الفات، برنامج ممتع الى اقصى الحدود، يعني القيامة. حتى اللي ما يفهم كلمه الرب راح يفهم الطريقه اللي كان تكلم بيها اخ باسل. وانا اشكر الاخ باسل واشجعه على الخدمه مالته. ثانك يو. واشكر حتى المخرجين والمصورين، انا يعني خدمتكم انتم دائما ورا الستار، لكن خدمتكم معروفه، والله يجازيكم ويجازي محبتكم. ونشكر الرب على كل من خدم وكل من قدم اي شيء بسيط من اجل الاراميه. والله يبارك بالجميع، ونتمنى انه تنعاد هاي الجلسات حتى نبدي نشارك العالم ونشارك الناس بخدمه للرب ان شاء الله. بعون الرب بعون الرب. آمين. وانت ايضا عندك يعني مو بس تخدمين بالتليفونات والهذه، بس ايضا يعني عندك هالفنيات حول الستائر والستائر والديكورات، فانت تساعدينا ايضا بالديكورات، لانه كل واحد الرب مطيكم وزنات عديده. كل واحد عنده وزنه، ودنشوف انه احباء المشاهدين شلون تشوفون الوزنات العديده اللي الرب انطاها للاحباء هنا، ديجون يشاركون بها بالاراميه حتى تكاليف الاراميه تكون اقل، فنشكر الرب عليهم. اخ سعد تحب اخير شيء؟ اخت هيفاء، احنا لاحظنا من بدينا بالبرنامج الراديو بالارامي الاغلبيه الجاليه دي يتكلمون بهذا البرنامج ودي يستفادون من عنده ودي ينتظروه البرنامج. يعني ندخل ببيوت دي يحكون على الدكتور باسم، شلون برنامج عنده، برنامج مشوق، برنامج يستفادون من أمين. عنده. هل هو لانه باللغه الاراميه؟ لانه باللغه الاراميه، الناس جاليتنا تتقبل لغتنا ويعجبهم، واكثريتهم الكبار بالعمر يعني ما يعرفون العربي مضبوط. فلما يستمعون بالاراميه يشتاقون الى الاراميه، الى اللغه الاراميه، واكثريتهم يعني يستفادون من هذا البرنامج. امين. ومن هالشكل الشهر القادم اكو احتمال انه يعني باسم ياخذ يومين اخرين، ساعتين اخر يعني الراديو، يعني يصير الراديو، يعني يصير اربع ايام بالاسبوع راديو، برنامج راديو باللغه الاراميه، لانه اكو تشجيع واكو تقبل واكو الناس ذات تبارك كثيرا. فارجو انه تصلون، بس بنفس الوقت إذا الرب يخلي على قلبك تدعم هذه برامج الراديو اللي هي فعلا تسوي نهضة روحية في ديترويت، نهضات روحية من خلال الراديو، ومو بس هذه، هاي كلها طبعا تتصعد للإنترنت، كل البرامج، برامج عربية، إذا الراديو، إذا التلفزيون، كلها تتصعد، وده نشوف الأعداد اللي دي يشاهدون، يعني خلال يومين نشوف الأعداد اللي شاهدوا البرامج، يعني برامج الراديو على الإنترنت كثيرة. احنا اتصور الوقت انتهى، واحنا راح يعني اوعد الجميع انه راح يكون عندنا جلسه اخرى بعدين، مره اخرى، يوم اخر، حتى بعد تكملون ونكمل هذا النقاش الحلو. بس هسه لانه اخذنا نص ساعه زياده، نحب انه عندك شيء اخ سعد؟ ما عندي شيء. ثانك يو، شكرا لهذه الخدمه. ثانك يو. انا بس احب اذكر الاحباء اللي رادوا صلاه، بعدين كلتنا إذا ممكن أيضا نجتمع حتى نصلي لطلبات الصلاة الموجودة، وأيضا للقوائم الموجودة. أولا نصلي ل يعني كل اللي تبرعوا للآرامية هاليوم، الرب
يخليهم ويعني اللي عنده بزنس يحافظ على البزنس وينمي هذا البزنس حتى يستخدمه لمجد اسم الرب يسوع المسيح. وأعرف قسم من ذولا اللي تبرعوا كان عندهم بزنسز، وأيضا حتى يحافظ على عوائلهم وأولادهم. صلاة للأخت اللي طلبت لابنها الصغير راد الصلاة بحرارة، فرح نصلي هسألها. وأيضا صلاة لبيدروز أوكي، لأنه باشر عند امتحان. ولكل الأحباء إحنا عندنا يعني الصلوات كثيرة تجينا يومية وكلها نصلي يعني لهم واحد واحد. بس أيضا الأوراق اللي تشوفوها أمامكم أحباء المشاهدين، هاي راح إحنا نجتمع كلها، هاي كلهم مو طلبات صلاة بس هي أرقام تليفون، يعني كل وحدة من هاي الشيت بها 10 تليفونات، 10 متصلين بالآرامية بكل البرامج المتنوعة. فهاي كل الأرقام القوائم اللي اتصلوا بالآرامية بالبرامج العديدة، اللي تبرع، اللي طلب صلاة، اللي كان عنده سؤال، وراح نخليها اليوم حتى راح نصلي لهم كلهم، لأنه إحنا بالآرامية نصلي، عندنا صلاة كثيرة، عندنا مو بس غرف الصلاة بس هنا بالآرامية وببرامجنا العديدة نصلي للأحباء المشاهدين كلهم. إذا ممكن نجتمع على هذه حتى نرفع كل هذول الأحباء بالصلاة، وأنتم أيضا أحباء المشاهدين شاركونا بهذه الصلاة حتى الرب يتمجد، حتى الرب يساعد. وهذه هي القوائم، قوائم الصلوات. يجوز أنت واحد من اللي اتصلت واسمك موجود هنا وراح نصلي لك هسه. Thank you. كل واحد حسب ما يقود الرب صلاة نهائية. يا ربنا يسوع نشكرك، يسوع نشكرك يا رب ونعظم اسمك. Thank you Jesus. Thank you Lord. كل هالطلبات بما فيها نعم يا يسوع، طلب شغل، طلب شفاءات، نعم يا يسوع، طلب راحة، طلب أي شيء يا يسوع الفادي، تمجد أنت. نعم يعني بكل هالطلبات، بكل هالقوائم، بكل هالأرقام التليفونات والطلبات، إن كان للإميجريشن، إن كان للأشغال، إن كان للأمراض، وكان لأي شيء، كل العوائل اللي تحتاج، ما في شيء يا يسوع محصور عنك. أنت الأعظم، أنت الأقدر، أنت الأقوى، أنت الشافي. آمين. أنا الرب شافيك. نعم مبارك يا يسوع. اسمك هذا أكيد يا ربنا. نعم يسوع حرر، حرر هاليوم يا يسوع، مش باسمنا ولا بأي استحقاق فينا، بل باسم الرب يسوع أنت حرر. أعطي نعمة الثبات للمحررين، باسم الرب أعطي نعمة الفرح لكل العالم يا يسوع. أعمل معجزات فرح، نعم يا رب، ابتهاجات بك يا يسوع، نعم يا رب. هيدا قصدك الأساسي في عملك الفدائي، تريد أن تحرر العالم، نعم يا يسوع، وتعطي كل بني آدم وحواء الفرح العظيم. فأنا أبشركم بفرح عظيم، نعم يا رب، ولد لكم اليوم المخلص. نعم يا رب، املئ العوائل لك المجد، أنت سدد احتياجات كل اللي طالبين الطلبات، واللي سمعوا على التلفزيونات والانترنت وعلى الكمبيوتر وبالراديو وابتهجوا فيك يا يسوع. تمجد أنت في كل شيء، باسم الرب أنت سدد كل الاحتياجات، ونحن واثقين بالإيمان من عندك يا يسوع، أنك سمعت واستجبت. نعم يا رب، لك كل المجد، نعم يا رب، لك كل السجود والعبادة. مبارك اسمك يا يسوع، جميعنا نصلي باسم الرب يسوع الفادي. نعم يا يسوع. آمين آمين آمين. احنا يعني تعزينا واحنا تقوينا وشجعنا كثير بكل اختباراتكم، يس بكل اختباراتكم. احنا نشكر الرب عليكم وعلى خدمتكم، وان شاء الله يتكرر هذا اللقاء وهذه الجلسه الحلوه مع يسوع، واحنا شفنا حضور الرب معانا في هذه الليله. احبائي المشاهدين، نشكر كل واحد اللي ساهم، اللي صلى، واللي دعم في هذه الليله. نشكر محبتكم، والى ان نلقاكم
في برامج أخرى وفي لقاءات أخرى مثل هذه اللقاءات الحلوة. نترككم برعاية الرب يسوع المسيح، ولا تنسون راح يكون عندنا برنامج آخر بعد نص ساعة، تليفونات مفتوحة، وعدنا المبلغ الماتشينج فوند بعد ما مكمل. ارفع سماعة التليفون وشارك بهذا العمل. رب يبارك فيكم ويحفظكم، وسلام يسوع يكون مع الجميع.